في القرن الستاش شمال الجزائر ولا تابع للدولة العثمانية، وفي 1542 الحاكم حسن الآغا قرر تحصين العاصمة، مال زاد بناء أبراج وآمر يديروا له مدفع كبير بزاف باش يحمي به ألجي. في دار النحاس اللي كانت مجورة باب الواد خدموا له مدفع جديد فيه 7 متر الطول، يوزن 12 طن ويطير قذائف تاع 80 كيلو، يقدروا يلحقوا حتى 5 كيلومتر من بعد. هذا الوحش الدفاعي سماوه بابا مرزوق، حطوه في برج العالي وقعد هكذا يحمي خليج الجزائر من القصبة حتى التنفست خلال عدة قرون. السفن الأوروبية كانت تخاف من بابا مرزوق، والجزائر ولات اسمها الجزائر المحروسة. في القرن 17 كتروا بزاف الحروب في البحر الأبيض المتوسط، خاصة ضد فرنسا اللي بومباردت ألجي شحال من خطرة. الحكام العثمانيين كانوا يردوا لهم ويطلقوا المدافع تاع بابا مرزوق عليهم. القرصان ما كانوش سهلين ويقولوا بلي لحقوا حتى يتيروا على فرنسا بالجسم تاع القنصل الفرنسي، وداروها زوج خطرات على خطر تهموهم بالخيانة ومساعدة الفرنسيين. وهكذا بابا مرزوق ما خلاش السفن الأوروبية تدنا بزاف الجزائر، وشد هكذا حتى القرن 19 وين دخل الاستعمار الفرنسي على سيدي فرج. وبعد سقوط العاصمة في أيدي فرنسا، أول حاجة دارها القائد الأعلى تاع القوات البحرية الفرنسية هو أخذ بابا مرزوق كغنيمة حربية. وبابا مرزوق لقى روحو سجين تاع فرنسا، طلعوه في البابور وداوه حتى مدينة بغاست الشمال غرب فرنسا. التما عرضوه كعمود يزين ميناء المدينة، وزادوا له من فوق ديك وهو رمز فرنسا باش يذكروا هكذا القور بانتصارهم على الجزائر. وبابا مرزوق مازالوا التم حتى اليوم بعيد على الجزائر المحروسة اللي دافع عليها شحال من قرون. وحاليا بابا مرزوق نكتب عليه كتاب من عند الأستاذ بالقاسم باباسي اللي لليوم راهو عامل كل شيء غير باش نرجعوا هاد السلاح للبلاد. ومن حكي الزمان اليوم حابين نرجعوا هاد السلاح للبلاد بفخرة كبيرة، وحنا باقيين في أحسن صورة.